بدك تنظف وتخرج كل شيء يصير مثل الفل، فبالتالي مش راح تشكي من اي شيء لو اخذت اليانسون والبابونج والكمون والكزبره واوراق النعناع واللومي، لومي بصره، الليمون المجفف للقولون وللتنحيف، خصوصا البطن والوركين والارداف. فبالتالي شوفوا هالنعم. اذا بيخلصنا من مشاكل البواسير والديدان، ايضا من الترسبات والحصائيه. جنبي طول الليل مش عارف شو مالي، بضرب الوجع على ظهري وعنده ترسبات. بنحكي له اشرب شعير، اشرب حلبة، الحلبة لها فوائد جدا عظيمة وايضا بتساعد على تفتيت الحصى. هون اللي انا بدي احكي عنه، مشكلة جلاء الرئتين، الجهاز التنفسي، الحلبة، مشاكل الصدر والجهاز التنفسي مثل الربو، التهابات الحلق والسعال وتقليل البلغم وإخراج البلغم. أيضا بتخلصنا من مشاكل ارتداد المريء، الأحماض اللي بتطلع نار، أعطوني حب خليني أهدي، ولا قطعة خيار، ولا قطعة خبز ناشفة عشان إني أهدى، ولا القليل من عرق السوس، ولا أشرب نعناع، ولا أشرب حليب بارد عشان أخلص النار اللي تطلع. لا، الحلبة بتعالج لك المشكلة الأساسية، مش بتحد منها بس تهديك 10 دقائق وتنام بعد الأكل وبعد الزفر وبعد الدهون. إذا مفيدة جدا تناول الحلبة، اللي عرف لو عرفوا قيمتها لاستبدلوها بوزنها ذهب. ارتداد وارتجاع المريء، أيضا مشاكل المعدة، أيضا بتقوي الحلبة جهاز المناعة ضد الأمراض والفيروسات والأمراض البكتيرية، وأيضا مشاكل المفاصل ومشاكل هشاشة العظام. يا ناس والله الحلبة لو عرفوا قيمتها والله لاستبدلوها بوزنها ذهب والله. التهابات المفاصل وبتحتوي على مواد مسكن للآلام، يعني أنت ألمك لا يطاق، بتحس أنه أنت بخير وسلامة، آلام خفيفة نعم مرة على مرة، روح شوف التزم فيها. ضد الشيخوخة لأعصابنا، للجهاز الهضمي، للديدان، للبواسير، لصحة الشرايين، بتخفض السكري. إيش بدنا؟ نعم من نعم الله علينا أكثر من هيك. إيش هو الطب البديل؟ مناعة الجسم ضد الأمراض، ضد البكتيريا، ضد العدوى، الجهاز التنفسي، مشاكل البلغم، مشاكل أمراض الشتاء، الفلوزة، العطاس. يا أخوان الحلبة رخيصة، رخيصة مش بثمن الذهب، لو عرفوا قيمتها لاستبدلوها بوزنها ذهب. أيضا بتخلصنا وبتحد من المشاكل الجنسية مثل العقم عند الرجال، وبتزيد وبتساعد، مش بتساعد، بتزيد الحيوانات المنوية بما فيها من خيرات ونعم. واحد عنده ضعف بالحيوانات المنوية ودوالي بالخصيتين والله مش معطيه، يقول له حلبة بقول لك الله يقطع شرك رحتها. يا أخوي كلهم 15-20 يوم، إلك سنين أنت ما خليتش ولا دكتور ولا كشفيات، وكل شوي ورق المختبر. حلبة حليها بالعسل، حط عليها ورقتين نعناع، بتروح ريحتها. بإذن الله سبحانه وتعالى بدك تستفيد من النعم، من الأمور الطبيعية اللي بتبني بدنك، اللي بتخلصك من الالتهابات وين ما كانت، حتى من أعلى الشعرة لغاية أظفر رجلك. هذا هو جسمنا، هذه الشعرة هي عضو من أعضاء الجسم، والحلبة أيضا بتمنع تساقط الشعر شربها. غير أنه لها فوائد، تغسيل الشعر في منقوحها جدا رائع جدا، جربي بعينك الله على ريحتها مرة مرتين، لكن والله لتحلمي بشعر عمرك ما حلمتي فيه. أهل القرى اللي كانوا يستخدموها والفلاحين وشعرهم جدايل لخصرهم مش كاري يا أختي، وشعرك مكسر ناشف مش مزبطه غير السشوار وشوية هالزيوت اللي بدلك والكريمات اللي عليهم بيعطيني لمعة. روحي شوفي لمعة شعر أجدادنا زمان اللي كانت تجدل ضفاير ضفاير ولا تحت الأرداف، والله يقول لك والله لو عندي هالشعر هذا لزمان فقعوني عين. أنا اللي بدي يفقعك عين على شعرك؟ احنا في الشعر صح اليوم، شعرنا بنلاقيه بجنن وبنتغزل فيه مسشوار ومحطوط عليه كريمات ومسحوب
وميشته وكل شوي بتغير لي باللون. روحي غسلي شعرك في منقوع الحلبة، روحي شوفي الجمال والأناقة والتخلص من الشعرة، بتمرض وبتتعب حتى شرب. فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى والله للمناعة الحلبة، آلام المفاصل الحلبة، حتى التهابات الجيوب اللي عندهم مشاكل الجيوب يشربوا حلبة فيها من مضادات الأكسدة يا أخوان. إيش بدنا غنى أكثر من هذه الفوائد؟ أيضا بتمنع الحكة من فروة الرأس ومشاكل وأمراض فروة الرأس وقشور الرأس، وأيضا بتخلصنا من البثور اللي على البشرة، بنعملها قناع مع العسل، نفردها على الوجه ربع ساعة مرتين بالأسبوع ثلاثة بالأسبوع، فبنشوف الخصائص. منقوحة أو نغليها، أجدادنا زمان كانوا يأخذوا قدر حفنفها لإبريق الشاي لما يغلي يرموها ويتركوها شوية فورة ويطفوا الغاز ويصبوا حلوا بالعسل. الآن بيعملوا منها حلويات، حلويات الحلبة أو صواني الحلبة، حلويات مثل الهريسة ومثل ومثل، لكن مقوي للدم اللي حديده نازل اللي بتولد ونزفت تشرب الحلبة، بتعود جسمها عن اللي فقدته بعون الله سبحانه وتعالى. والله صيانة لمشاكل جهاز المعدة من تقرحات، من ارتداد بالمريء، من أحماض، من سوء هضم، من غازات، حتى للمستقيم من الحلق لغاية الشرج المستقيم، أمراض البواسير. شوفوا هالنعم اللي الله سبحانه وتعالى جعلها بين إيدينا، ما بالكم بزيوتها إذا كانت طبيعية. وأنا راح أحكي بالحلقات القادمة كيف إحنا نعمل زيت الحلبة عشان ما ننغش لتحسين محيط الصدر، يعني خواتنا اللي ما عندها صدر بدها تصير مثلها مثل خواتها، وهالناس ما عندها مشكلة. أيضا الأرداف، ناهيكم للتسمين مع العسل، فوائد جدا عظيمة بعون الله سبحانه وتعالى. هذه النعم من الله سبحانه وتعالى اللي وجدها بين إيدينا ودولوها أجدادنا على مدار مش 100 سنة، على مدار آلاف السنين، آلاف مؤلفة من السنين، وهم من الناس يتناول الحلبة للتخلص من الكثير من مشاكلهم، للمحافظة على صحتهم. أنا ما بدي يكون عمري 80 سنة، أنا حاب عمري ظل 40 35. اشرب حلبة، الله سبحانه وتعالى بيعطيك الصحة طالما تخلصت من الأمراض، الكوليسترول والسكر، هذه الأمراض اللي بتهد البدن. حتى اللي يشرب الحلبة في نظارة لوجهه وبشرته، ما بدي زيتها على الخدود يصيروا أبدا، بالعكس تعطيك خدود، تعطيك جمال، تعطيك قوة دم لوين ما كان في بدلنا. الحلبة لو عرفوا قيمتها لاستبدلوها بوزنها ذهب. فأسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا والله هذا القليل عن هذا الكنز، هذا القليل عن هذا الكنز. أسأل الله سبحانه وتعالى يبعد الشر عنكم، أسأل الله سبحانه وتعالى يحميكم من كل ضرر. هذا جنة الأعشاب وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، رايحين نطلع فاصل قصير ونعود بإذن الله سبحانه وتعالى نتواصل معاكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك جنة الأعشاب الصفحة الرئيسية، أيضا من خلال صفحتي الخاصة على الفيسبوك خبير الأعشاب حسن خليفة، بس انتبهوا من التزوير، أيضا من خلال قناتنا على اليوتيوب. رايحين نرد الآن على الرسائل، اسم القناة جنة الأعشاب. الله يهنيكم والله يبعد عنكم.